كيدار هنا داك الشيء ديال القياطنة حيت غيطلعوا الناس خايبين من الشتا غدا ان شاء الله غتكون غيتكرفسوا لتحت خاصة العيالات ودراري صغار. ايوا جاب الله هاد المحسنين هادو وقفوا معانا وجابوا لنا القياطان وما خلاو ما داروا لأجل السلامة ديال المواطنين. مازال لحد الآن باقي ما كملوش غتكون دروك شي حاليا دروك تقدر تركب من هنا للعشاء 20 قيطون ولا ايوا هادشي اللي عطى الله الساعة ديال الدوار كل واحد وملكو غادي يستقر فيه غايولي بحال شكل مخيم ولكن كاينين الحدود. هيدي السيد العامل يلاه داز وطلبت ليها سميتو البارير واحد البارير ما بين هاد الدوار وهاد الدوار دوار إخفيس غيكون جارة دوار تمسولت ودوار أي تيقوى غادي يكون لتحت لأن السيد العامل جا وخص الباصة باش غادي يكونوا باش نتفاداو حنا المشاكل ديال أي واحد. هادشي اللي عطا الله إلا جيتي نقول لك أنا 100 الصراحة وراه كلشي مشى كلشي تشرد اللي مشات ليه دارو ما مشردش راه أي واحد مشات ليه دارو ما بقى مني هو مجبد مني وجبد وخا خا سميتو مني وجبد ما كاينش شي واحد دروك الدنيا تقادات بحال هذا بحال هذا بحال هذا وخاصكم تشوفوا تهبطوا لتحت وتشوفوا هادشي اللي كنقول لك واش صحيح ولا كذوب. الناس هادو دايرين العسات اتفقوا بيناتهم كولا كيب غادي يمشي بالليل يعس كولا كيب غادي يمشي بالليل يعس على حيت الوراق ديالهم باقيين تحت الارض ما يمكن وباقيين شي بهيمات واش يخلي بهيمه ويطلع علينا الشمس. هادشي اللي كاين هي مؤقتا بما يشوفوا الحل هذي الا جيت نعاود لك انا على تيزين درت كامل راه الغضب ديال الدبور ما نقدر كاينه تمثل وكاينه ارق وكاينه اخبيس وكاين الكو وكاين اي تحميد وكاين افغي وكاين اغري وكاينه تنزاد وكاين ايتو بلال على جوج مرات اغيران وواحد والبوران عاد نبداو ثاني في انزال.